بالحلقة الرابعة من الملف اللي عم تنشر النهار حول الانتخابات النيابية بالتعاون مع الباحث يوسف شهيد الدويهي، نتناول بحلقة بكرة قضاء صغرت الزاوية. أهمية هالقضاء أنه شهد كتير أحداث بفترة الثلاثينات ولحد الـ75، يعني الحرب اللي شافتها اللبنانية اللي شافوها اللبنانية كلهم بهذيك الفترة كان سبق لصغرتها أن شافتها. صار في مجازر، صار في عمليات سائر، صار في خطف، صار في عدة حوادث طبعت بمأساويتها منطقة صغرتها الزاوية. أهمية صغرتها أنه منطقة عائلية بامتياز، يعني السياسة فيها دايما عم بتنلعب داخل البيوتات السياسية والبيوت السياسية التقليدية. اليوم عم تنخاض المعركة ضمن لايحتين قوة 8 أذار و 14 أذار، ولكن الفريقين عم بتغطوا بالأحزاب وبالقوى السياسية، ولكن هن بالفعل صراع عائلي عم بدور بين العائلتين فرنجية ومعوض وحلفاء العائلتين. صغيرتها هي أكبر بلدة مارونية بلبنان، بيبلغ عدد ناخبينها 71,035 ناخب. بتضم صغيرتها وقضاء الزاوية بتضم حوالي 50 بلدة، بينقسموا أكيد القسم الأكبر هي الضيعة المارونية، ولكن في محورين بيتألفوا من عدد من البلدات السنية والأرثوذكسية. أهمية الانتخابات الحالية أنه رح تفرز زعيمة بصغيرتها من بعد اللي صار بال 2005 واللي سقط فيها الوزير السابق سليمان فرنجية وحلفائه على الليحة، مقابل فوز النائب والوزيرة نايلة معوض وحلفائها. اليوم انتخابات صغيرتها بتاخذ ايضا اهميه بنسبه الاقتراع اللي ممكن تصير، لانه في عدد كبير من القرى والبلدات ترتفع فيها نسبه الاغتراب ما بين 70 و85%، وهذا الشيء رح ياثر جدا على نسبه الاقتراع بقرى الزاويه، في حين من المتوقع انه ترتفع نسبه الاقتراع بقلب مدينه صغيرتها الى 32,000 ناخب.